أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة ثانية. يبدو أن هناك مشكل تقني نقاطع اللايف. ادعو الأخ الكبير لأنه يبعثنا مرة ثانية. يبدو أن التبليغات حالة إذا مرحبا وسهلا. إذا نتمنى أن الأخ الكبير يلتحق بنا مرة ثانية. يبدو أنه انقطع. مرحبا بك. مرحبا وسهلا. نقطع اللايف والله يبقى. عادي عادي عادي، لا دخل مشوشين. حق مرحبا وسهلا. منين كنا يعني؟ لما نقطع اللي لحقنا على انه تكلمنا عن 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 ذكام اللي عدل النظام الاحتلال المغربي بالنسبه لموريتانيا، يعني من يعني محاوله استعمال تندوف للهجوم عليها، ويعني حرمانها من العضويه في الجامعه العربيه، وياسر من الخطوات اللي قام بها نظام الاحتلال المغربي، لانه عنده دائما طبعا فكر توسعي. توسعي، هي الفكره اللي عند المغرب، فكره التوسع، عن يتوسع ماشي الى الحدود، الى الحدود السنغاليه الموريتانيه. وتوف خالقه مساله. نختار صوتني عنها قبيل. مش متوقع انا من الجاليه الصحراويه اللي بالخارج. اتوقع منهم اكثر، اتوقع منهم اكثر. هذا اللي عدلوا ماوشي. والله حسون هذا اللي عندي انا اقول متسبع اكثر منه. والله ملاحظتك حق. ما نختار معودوا حاضرين اكثر. هي قضيتهم هم اولا وبعد كل شيء. هذه الارض تحتها وديان من الدم، دم الشهداء، وذاك دم الشهداء ما راته يمشي عبثا. ذاك فهمتوا ما يمشي عبثا. نتوقع منهم يعودوا تارشين روسهم، يعودوا يتكلموا، يعودوا يظاهروا، يعودوا ياخذوا ويتكلموا عن قضيتهم. يا قال ما نتكلم معاها بالضيقات، ما نتكلم معاها بالسكه، ما نتكلم معاها بشيء. كل دولة عندها شيء من القوانين، كل دولة بقوانينها، ونحترم الدولة الساكن فيها وقوانينها. نقول محترمين. وهذه سياسة تخيف يخوفوا أرواقيش. فرانكي لا تكلمت لا يرصفوا عليك المقارب ولا يبطوك ولا يكتلوك ولا يكركروك. هذه السياسة سنتها المغرب هو اللي كان ونجح فيها. ولا نقول لك أنا عن نجح، قولي هذا المغرب هذه السياسة نجح فيها في نواذيب وفي موريتان. نعرف زمن ما يقدر أجاج يقول كلمة المغرب. في موريتان في وطني في دولتي دولت أباتي وجدودي وجدودوك ما نقدر نقوله كلمة المغرب. ذاك طبعا بسبب اسمه، بسبب تغول اسمه، والله باطل، تغول نظام المخزن في موريتان واللوبيات والطابور الخامس. هاك كبار راك فهمتني، خليك لي. فتحوا لهم قنصليه في نواذيبو، وذاك الزمن ما في مواطن مغربي واحد في نواذيبو، ما في مغربي. مفتوح عليك القنصليه للمخابرات. قنصليتك ساعه احنا شباب صغار في نواذيبو نسموها قولي قنصليه المخابرات. ودخلوا القبليه والجهويه وياك يحوزوا للشعب الصحراوي ويحطموه، وما زال محطم اليوم في المناطق المحتلة. مناطق المحتلة اليوم اللي توخان قال لك هذا رقيبي، هذا دليمي، هذا تكناوي، هذا يقول من أهل بارك الله، هذا من أهل من أهل من أهل من أهل. عادت الناس ما نراد لك مقسمة بقبائل وعائلات. يدور يضعف الشعب الصحراوي أكثر. ياك يعود هو مسيطر عليه.
يعود واحد والعم والله قريب والله حد من أهله متضايق معاه بهذا المعدل السياسي المعدل المغرب. نعرف 95 96 قد زرت المخيمات. أنا شخصيا زرتهم 95 ولا 96 شاب صغير وتعجبت من هؤلاء الناس اللي مزروقين على رق ما عندهم شيء يسوى وشنو بلا استقلال. تخبطهم ذيك الشمس ويخبطهم ذاك البرد وريفي يا قير جبرت قدامي مدة متنظمة مدة عندها نظام ماشي عليه الفقراش يقرأ والطفلة تقرأ والشيباني يقرأ والكهلة تقرأ وكل رقاش عنده دور في الحياة. نيتي ترد راسي لموريتان احنا مستقلين 1960 مازال فينا الجهل إلى اليوم. الجهل مازال فينا إلى اليوم الأمية فينا يعني إلى اليوم. يعني نتقارن الشعب نقارن أنا قلت لك قاعد في المخيم 69 96 وقاعد في قيطون ونتخمم نقول يا أخوتي ما هو معقول مد على رق ما شاء الله متنظمة كاملين وقراو كاملين وإحنا دولة مستقلة عندنا استقلالنا من 1960 ما زالت فينا الأمية لما هو معقول عندي يا قير. فهمت أنا فهمت عن المجتمع تختار تغير مجتمع غير العقلية العقلية مقيرة ما ينقال لك هذا من القبيلة الفلانية وهذا من القبيلة الفلانية ولا الجهة الفلانية. هذه مسألة كانت متحدين عليها قولي الصحراويين وكانت قوتهم كانت القوة الصحراوية المتينة عنهم متحدين كاملين سياني انت من القبيلة والله نخش على قواطين ما نعرف قاعة مو من هما ولا يسولوني يا قار. هذه السياسة لعب عليها المغرب لعب عليها المغرب يدور يحوز على هذا الشعب ويضعفه باش بالقبلية والجهوية. هذا هو المعدن احنا في موريتان اللي وسمى موريتان ما تتقدم بين القبلية والجهوية. هذا هو العم يندافع عنه هذه من تعم يندافع عنها هذا ابوه وبويانا قطوا شربوا من حاسي واحد. ماذا عن المغرب ليتم دائما حائز على هذه البروباغندا. شفت المغرب اصلا كان عنده الامكانيات يا مسالم مولانا فهموا المغرب عنده الامكانيات. الصحراويين ما كان عندهم ولا ما عندهم شيء يسوى شنو اعطاكم مولانا اليوم هذه انترنت. انا من خلال هذه انترنت نعرفك ولي وعرفتني سابق ذي انترنت ما فينا اللي عرف الاخر. مع ان طالب انا من الشباب الصحراوي اللي في الخارج واللي قاعد في تندوف واللي في ذوك المناطق كاملين والله حد كامل حر مولانا يوقف ويكشح عن وجهه ويتكلم ما نعود دنكس والقضية دنكستني والله شي. لا هي قضية عادلة فهموا يا صحراويين أنا ماني صحراوي ماني صحراوي يقرأ هاي القضية عادلة وتكلموا فيها وقوموا فيها ولا تقبلوا العدو يشتتكم يشتتكم بين الشعب ويشتتكم بين قيادة ويشتتكم بين المقاتلين. عودوا عارفين عن كل ذرة اللي ما تتحد ما تصلح ذرة ما يتابع قيادتها ما تصلح والقيادة ما يتابع للشعب ما تصلح. معكم الطعم ذا هو اللي دال عليه اللي شفت انت مباشرة في المخيم على انه فم اطار دولة يعني فم دولة فم هياكل دولة يعني هذه الدولة اللي قاعدة على انها تحارب الأمية ودولة قاعدة تكون جيش وقاعدة يعني تأطر اسمه عمل دبلوماسي على المستوى الدولي وقاعدة يعني تعود تنجح في كل المستويات. في مقابل أنا كذلك زرت موريتانيا 7 نوبات وزرت من عهد العقيد علي محمد فالح رحمة الله عليه وسيد محمد الشيخ عبد الله وشفت حقيقة أنه موريتانيا يالتها تعود كانت يالتها تعود ما هو على ذا الوضع اللي نشوفه اليوم على أسف واللي مشكل نقطة ضعف
يخلي نظام الاحتلال المغربي ما يعتبره دولة قوية يخاف منها والله والله يستحي منها والله والله يتعاون معها والله. هذا يعني حقيقة ملاحظة فقط من شوف اين تقيس موريتان؟ انا موريتاني خالق رجال فماتيا اقنياء اقنياء ملاني من الفضاء ملاني يتفخروا بها يقول لك انا نخدم للمغرب يتفخروا بها متفخرين بها متفخرين بها يقول لك انا ندافع عن المغرب مع انك انت السلطات الموريتانيه هذا هو اللي شايف انا على الدوله الموريتانيه شايف عليها عنها قايبة الدولة الموريتانية قايبة والقضية قضية أحلاهم من إحنا من الموريتانيين هم الناس اللي ذي القضية أول حتخش فيها نحن شوف 73 جابت البوليزاريو معدلة في الزوالات 73 ما أخذ حد ما يعرفها 73 موريتان ما يمدعية ولا شبر واحد من أراضي صحراوية 73 المغرب ما هو مدعي منها شبر واحد ديك الأراضي كانت أراضي صحراوية يا قال خلق فماتيا كومبلوم بين الحسن الثاني مع المختار رحمه الله والمختار رحمه الله اعترف بها في كتاب دكتور اعترف عنه خطأ عدله ومن ذيك الساعة خالقين موريتانيين فمن قالهم تيجانيين وين قالهم قولي كذا وكذا أخبار الدين يقول لك عن الملك الحسن الثاني عنه زبي وقال أنه أمير المؤمنين هي عنه أمير المؤمنين وحد اسمه لا يموت ولا لا يطيح في النار ومولانا قال إن كرمكم عند الله أتقاكم هذا هو اللي قلت لك عنها بروباغاندا معدلة فهم وطالب أنا هذا طالب وأنا من كل صحراوي طالب وأنا من كل صحراوي لا تلوم الموريتاني لا تلوم الشعب الموريتاني الشعب الموريتاني الحرب اللي عدل مع الصحراء إلى الليلة ما تقرأ في المدارس الموريتانية هذه الحرب اللي ماتوا فيها الرجال الزيني من الجانبين من الجانب الموريتاني والجانب الصحراوي ورحمهم الله اللهم ارحمهم واغفر لهم وعفو عنهم هذه الحرب ما قطوا قرارات للشعب الموريتاني وهذه الحرب اللي حس بها لا زر الساحل الموريتاني لا من عند أطار عين بنتيلي زوارات شوم تميميشات نواذيبو خبطوا الله انتين في نواكشوطة هو اللي خلق مع أنك انتين الشعب الموريتاني الأخر اللي هوك اللي بعيد قاع ما علم اللي الشرق واللي قبله الحرب قاع ما حس بها والموريتانيين اللي عندهم عن الحرب الصحراويه الموريتانيه اصلا الا ذاك اللي صب في الودنين الا نجي كانت تصب لك في ودنك ذاك اللي قايل لك انا توف ويجد عليك قلت لك كان مع ان هذا اللي يضيفني على موقف موريتان سياسيا اللي الدوله الموريتانيه والشعب الموريتاني ما هو واحد شو احنا ما فينا رقاش ما هو عنده رابطة مع الصحراء ولا خارج صحراوي ما عنده رابطة مع موريتانيا منها الرئيس إبراهيم قالي أم موريتانية أم امرأة من ولادة بياري من بوتيليميت معانين تلاو النقو ما تشبه صحراوي ذم صحراوي بوه أبن وأمن قولي صحراوي ما هو خالق قليل هو شعب واحد هو لا أنترينو نعطى للمقاربة عندهم الإمكانيات واشتراوا الموريتانيين أفهم يفهموا يا الناس اشتراوا الموريتانيين أباً وأماً إياك يجون المغرب ويبايعوا ذيك الساعة قولي زمن الزرق فارود عمير بهم يتكلموا بالحسانية الفصحى ما هم كيف تهاو الشلوحة اللي جابوا هما اللي جاوا يقول لي من عند من المغرب داخلين يقول لي في الصحراء ياك لي يحتلوا بها الصحراء وخالق مسألة ثانية أنا بعدها مهمة عندي الصحراويين اللي في المناطق المحتلة حد ما اللي لا يلومهم بذل نقول له
هما الى كل شيء خلق لتهم ولا صحراويين كيفتكم ابا واما. قالوا الناس عليهم ضاقت من المليك تحت احتلال تحت الذل تحت العذاب تحت البطل 45 سنة هم محتلين ولا قدوا حلوة. فهم أنا شخصيا نتكلم معك أكثر اتصال ريته من المناطق المحتلة يتلفوا لي الله ما أعرف قاعد أقول لي رقم يقول لي ما طاها لهم يتصلوا بي يقول لي يطول عمرك وجزاك الله خيرا وتكلمت عنه وتنوب عنه ذا المغرب اللي معدلنا ذا كل حد يفهمه والله حد فهمت المسألة. انت والعربي انت والعربي المستعرب والله صوت اشتغل بعد شخصيا انا باش وظاهر لي عن الله وملي وكيفتك انت كيفتنا كاملين ما ندور منها جزاء ولا شكرا ما ندور الشيء ولا ندور شيء ندور هذا الشعب اللي حلايا ينقلع عنه يقول لي هذا الظلم اللي عليه يا قال هذا الظلم ما هو لي ينقلع كيف قلت لك انا العنف بقول لي ما نبقي ضد العنف يا قال وفد قلتها البشير المصطفى السيد 96 البشير المصطفى السيد معدل مؤتمر ذيك ساعة وجيت وانا فوق راش صغير والناس ذيك ساعة وقفوا الحرب ولا وقفوا الحرب رفت ايدي انا يشير صغير جدع صغير انت وقبط الكلام قلت عن هاي الخطة المتواركين معها ضارك عنها هي اللي تشتت الشعب الصحراوي سكتوني فما تياشي من الكوريس قلت ما ينقال وكذا وكذا عقب الله هو اللي خلق به اللي أفهمه من الطلب توقيف الحرب من طالبه الحسن الثاني هو اللي يصدقه وقام يصدقه فوق عنه يوقف عنه الحرب به اللي ماله التحق هون كانوا ليه كنتوا بكراعوا هي مؤامرة مع فرنسا ومع اليهود ومع أمريك ضد الشعب الصحراوي عن معكم انتم يا الصحراويين هذا لا وجهه نظري قلت لك ولا وجهه نظري ما تغير شيء سوشن لا وجهه نظري يعني اللي ظاهر لي انا عنكم تتعاونوا كاملين مع ذوك المقاتلين الامر ما تلقوه تحت القياده ما تري صرفوا فيه ولا يتكردوه الا بمدافعكم شوف يامس والله والنامس مدي عنه يامس الممثل السعودي اللي في الأمم المتحدة شو ذاك الكلام اللي قال؟ لعبة ليتو عدتهم ثانية ليتو عدت لعبة ثانية تحت رصفت الجزائر قالت لا ما أنا معدرينه ما هو اللي جعل روسنا فيهم ليه رجعوا لهم للخبطة الأولى اليوم في اللي ظاهر لي عن خارج الله الحرب والحرب تحضروا لهم اللي تحضروا للحرب الحرب لا يتخش نرجع لموريتانيا لأنه قلت يعني وضعت أنا في صورة إيش واقع في موريتانيا وعليها يعني ما أنا شايفين موقف ذاك هو واضح وموقف متحمجي حقيقة يدعم قبال الصحراويين شنو الحل يعني شنو الحل اليوم باش كان المجتمع الموريتاني والقيادة الموريتانية بأنها فعلا تعود قائمة بذاك الدور اللي يال تعود تجاه الشعب اللي هو جزء من شعبنا كامل. زين موريتان ما قد نقولها لك أنا ما قد تقبل موقف تقول إحنا مع الصحراويين والله نحن مع المقاربة ما قدوا الأسباب اللي نقول لك الأسباب اقتصاديا أولا موريتان اقتصاديا ضعيفة ها نعرف عن عندها الذهب نعرف عن عندها قولي هذا نعرف يقاشين قالوا الكيلو الشراب إذا ما هو عندنا ومتحكمة فيما تياه رجالة ذوك تقرقة تياه يعني بيقولوا عنهم مقاربة متحكمين في الدولة الموريتانية اللي هو السياسي الموريتاني اللي حاكم يعني يتقضلي عن السياسيين اللي حاكم يتقضلي عن الأحزاب ما خالق ذم حزب ما هو معترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ما هو خالق وذا لا يردهم تحت التحت يا غيره لا 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 عدنوها أكبر أحزاب معارضة موريتان وعلى سبيل المثال مجي يقول المصطفى السيد ونهارات ذا موريتان ذيك مجي ذاك النهار نجح 200% يعني عادوا المقاربة ينفقعوا وعادوا مشوا قولي وزير لهم فماتية شو ساها قولي القضية
تمتنع عند المغرب ولا يزال عند المغرب، به اللي جابروه الاحزاب كاملين، ما خالق حزب موريتاني ما هم جابر، نقول ما جابروه. مع الموريتان شوف واحده دوله مزال تطلب الصدقه، انا يعني نطلب من عندك انت الصدقه وجيني الصدقه من عندك، ما نقدر نعارضك، ما نقدر نقول ما هو شمونك عندك. جيهم الصدقه من المغرب وجيهم اكثر صدقه جينا من الجزائر. وبذي المناسبه نختار نشكر الشعب الجزائري قيادا وشعبا، جزاكم الله عنا خير. بهم اللي يعطوا ياسر من اموالهم للشعب الموريتاني للدوله الموريتانيه. ونحن اصلا كنا قاعد نقدر نتموا نعطوا قاعد معاونات الجزائريين والمقاربة والصحراويين واللي بوه واللي بلابو إلى كانت موريتانيا مسيرة. قال ذاك اللي يضيفني على مسألة، قولي مسألة ثانية، مع أنك أنت يا موريتان، أنا كموريتاني نقول عن موقف الموريتاني عن موقف إيبوكريت، موقف منافع. أنا شخصيا بي اللي ما عدت مع الصحراويين ولا عدت مع المقاربة، ونحن هم راس الحنش. موريتان في القضيه هي راس الحنش، هي اول رجاج حتى الارض صحراوي وخش معها حرب هم الموريتانيين. معنا ما نقدر نقولوا هاي القضيه احنا نقول ما تعنينا، احنا حياديين، ما نقدر نعود حياديين. في الظلم ما يقدر رجاج يعود حيادي، امبوسيبل. يعني نعود انت مظلوم ما وظالم كرجاج، ما قد يجي يقول هاي القضيه ما نقدر. من أصبح أنا حيادي أصبحت مع الزر القوي، وهذا هو المشوف على الدولة الموريتانية. وكيف قلت لك قبيل، إذا كنت أنا رئيس موريتان، والله رئيس موريتان كامل عنده عقلية عندي، نقطع العلاقات اليوم زودلها مع المغرب، ونطرح الجيش الموريتاني عند الحدود عند قولي القرقرات نقبلها. يا قار ذا ما تحت ايديانا، ذا تحت قولي رجاله، وذوك رجاله اولادهم ومناتهم وعيالهم كنوا بشاري دار في المغرب وساكنين في المغرب ويدواوا في المغرب ويقيسوا لها المغرب. ذاك فهمتوا ذا ما تيا رابطه حتى قاع الرابطه يقولوا لك على ان القبيله اللي من هنا، أنا من ولاية قاعدة ترارزة، يقولوا عن قاعدة ترارزة أنا عندهم حلف مع المغرب، وأدرار عنده الحلف ثاني مع المغرب. هذا قاعد تخلق في التاريخ كيف تقولي رجالة موريتانيين ورجالة صحراويين مشاو في الجهاد ذيك ساعة، الجهاد جاهدوا مع المقاربة وجاهدوا مع الجزائريين. سابق تخلق موريتان، سابق تخلق الجزائر، وسابق يخلق المغرب. المغرب خلاقه لا 1962 1965 56 عفوا. لكن فهمتوا ماذا عن هذا؟ عقود كانوا خارجين اصلا يا قارئ، ما معناه اني عندي عقد معك واتظالم اليوم. لكن فهمتوا ما نقول لك فلان انت ظالم، ذم عقود، ذم مافيا متين في موريتان وخلات لها من 1991 إلى اليوم رجالة وعلايات يخدموا للشعب المغربي، يخدموا للمملكة العرب المغربية. ومشاو رجالة ومشانا نعرفهم ذاتا، مشاو رجالة ومشاو علايات، وذوكم قاعدين في المغرب مبايعين للمغرب على ملتيك 50 ألف وقية ولا 60 ألف وقية، ودوار معطيالهم في العيون ولا في السمارة ولا في الداخل ولا في السرد ولا في هذيك حاجة جيجيمات ذيك الساعة، جماعة جيجيمات إلى الليلة. وأنا نعرف منهم يقول ياسر ما خالطهم شيء على الصحراء، ما خالطهم شيء على الصحراء يسوي شيء. فهمتوا المشكلة أكبر من ذا. يا قال كيف قلت لك عني ماني عني نختار الشعب الصحراوي، لا يلوم الشعب الموريتاني، لا تلوموه، لوموا القيادة، ها لوموها. يا قال لا تلوموا قولي الشعب الموريتاني، أنا كموريتاني والله اللي سياني عندي صحراوي موريتاني يعلم بها مولانا،
وكيفت ياسري كيفت ياس من موريتانيين، وكل مزامن عند مولانا الصحراء هذه تستغل الصبح. زين عندنا مسلتين، زين عود واضح معك، زين عود واضح معك، هنا تشي واضح. زين عندنا مسلتين، واحدة تستغل الصحراء وتعود مبينة احنا مع المغرب سياسيا، فاهم ذا قيلة سياسيا يجبروا استغلالهم ويتسعوا في أراضيهم ويعودوا من اللي احنا الصحراويين بيننا مع المقاربة، لعله المغرب لا يتخمم عنه ليحتل موريتان، مع انه ساب يحتل موريتان ليحتل معناه على انه في عمق موريتان فم تخوف على انه في يوم من الايام نظام الاحتلال هذا بينسير. طبعا هذا اللي يسول عنها الموتى تحت اللي يقولوا هذا، سول عن الشاشه اللي يقول اليوم يقول لك احنا مازلنا خايفين من المغرب، مازال طامع فيها 2000 الى 8 خايف من الكذب. المنظر التالي والعبد العزيز 2000 يعني 2018 رانا اقول لي حاسب ذاك اللي خلق في المغرب من كبار احزاب نقول لي مقاريبه ومعدل يقول لقاء وقاع عن موريتان، يقول هو موريتان من اراضي ولي مغربيه كان 2018 شو اسمه محمد العبد العزيز اسمه هذيك ساعة رئيس حزب ما يسمى بالاستقلال، رئيس حزب الاستقلال قبال حميد شباب قبال شخلق ذاك عقب ذاك الدين قال هاليوم نهار من قد حاز الجيش الموريتاني وتحرك في القوارع ورفع رايت موريتاني في القوارع عادي يجي الوزير الأول المغربي يجي هو يقول في تيرس يقول قابل راحة في البوادي عاد يجي يحبيلو راني ماني مقيي جاه يحبي جاف طائرة حق جاف طائرة هليكوبتر إلى عند سموه جا لنواكشوط ومن نواكشوط جا للبادية وجاه يحبي راني ماني مقيي قلت لك جاه يحبي في الخيمة قاعد في الخيمة يطلبوا السماح. ونقول لك هون إلى قاطعة خالق واقع تأكد فهمت تأكد مولي على إنه فم رغبة ذيك الساعة في هانة فعلا المغرب مباشرة بعد الاستقبال اللي عدل الرئيس ذيك الساعة لبن كيران لا منين عاد قايس المروحية من عند البلاد اللي كانوا مجمعين فيها قايس المروحية رسلوا واحد فافرو ومشى رافد له كيلوين من التاي وهذه راه مالي حقيقيه هذه واقعه حقيقيه ولفوها في بن كيران وركب بها في الطيار ايوا شفت ما عندك انت المغرب ما خارج موريتاني قبي يفلش المغرب هذا ما انا راني اختار هنا نوضح شوي لما معناها الشعب المغربي انا الشعوب ما نسميهم الشعوب مقدسين عندي نتكلم عن النظام المغربي حتى المقاربه هم انفسهم مكرودين شي من العبيد النظام عبدهم ومجوعهم ومعطشهم ومزوقهم يقول من المغرب مع ان هو نظام هو الفاسد ملك المغرب النهارات في كورونا والناس ميته بها الامراض والناس ما عندها ميته بها الجوع شنو واش عدل شاري يقول لي بالي يقول لي في بالمليارات المليارات ملقية من بلطن المغرب ما عنه ما هو مليك ذوك ولا يبني المغرب مهم عنده الله هو يتم قاعد ذاك الكرسي ويجي ولول ذاك ولذاك 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 أنا كنت حتى أنت الشعب المغربي عليك ضغوطات من هذا المليك من هذا السيستم تفضل إذن على ما أعتقد باني أعرف كم من الوقت باش ما نعودوا طولنا قبالة على المشاهد إن شاء الله في حلقات ثانية نستقبلوك لكن نختمو بالقويرة الله حد باغي يقيس القويرة حد من هؤلاء العياش اللي كل نهار متباركين مع طنجة القويرة حد منهم باغي يقيس القويرة وعدل منها لايف والله قاعد الملك نفسه كان يقد يقيس القويرة ملك ما قد خش القويرة ولا قد خشها مغربي
ولا يقدر يخش حد يصوم من نقوله كان ذو النهارات عادي بالوقت يا 6 شهور ولا 7. متذكر وراني قلت انا قاعد في واحده من لي لايفات زياره معدل الجيش المغربي الموريتان وفي قاعه مقلقه طلب من المملكه المغربيه الموريتان عن يعطوهم القواله. قالت الموريتان بها خط احمر ولا تتسولون عنها ابدا. وراني زائرك وزائر اللي خالي يعمل الصبح يرصوا عليها المقارب بما المقارب ما قد يخشوها يعني يخشوها مع المخشو حرب مع موريتان ما قد يطرح حد باغي يقيسها مثلا لا يقيسها مثلا يجي من المغرب ويتخطى من الصحراء الغربيه قايس القويره منين لا يزول. ما تقد ما تقد ذم جيش موريتاني ذم جيش موريتاني ما تقد ما قلت خلوت تم جاي من عند تقول لي اراضي تقول لي صحراويه خاش القوارع ابدا ابدا يا غير تقد ما فهم شيء يدل على المغرب فيه ما فهم حتى حجره ما فهم ما قد تخشوها من انتشاء العلم من انتشاء العلم الى الليله ما قد طرح فيها مغربي كراو ما قد طرح فيها مغربي فريس ناتو ابدا ابدا. قالوا طنجه القويره طنجه القويره ولا هن ما نعرفهاش. راني متعدي والله متحدي كل مغربي يمشي ويخش يقول لي القويره هو لا الكلام هو لا قال الملك من طنجه للقويره ايه وكردو القويره هي ارض هي هم قالوا عنها هاي الارض لهم هذه الارض يقول لك من طنجه الى القويره ايوا قيموا كردوا القويره ما تكردوها حتى نظام الاحتلال المغربي مواسع علم فيها جماعه قرويه وبرئيسها وبعضاء الجماعه وفيها انتخابات راهو لا ومولي لا نهارات شوف ذو نهارات راقوا وحدين مغاربه يخشوها يصيدوا قولي الحوت سمك جاموا الجيش الموريتاني وصاعهم بالتعمار لا فهمتوا جايين من الداخل بواخر صغيرين ولا يخشوا هي كانت محاوله سميها انت قولي استفزاز لا مارش فيرت محاوله ثانيه لا يخشوها بالسيفيل جاهم الجيش الموريتاني وصاعهم القايله من نهار القايله رام كانوا مولي الى يجمعوا ياسر من الخلق في العيون المحتله قايسين به القويره ذيك الساعه قالوا هما ما يعدلوها شت القويره فيها فما تيها شيء انا ما نختار نقول ورقه تيها بيا اللي ما وقدر قاجراتو يعرضوا ذاك سمعتوا قط هذا السؤال طرحته على فيسبوك ولا قد يجاوبوا هذا شت القويره ذم عقد والعقد اللي خلق بين موريتان والجمهوريه العربيه الصحراويه والديمقراطيه عند وقف الحرب ذم عقد بين الصحراويين والموريتانيين واللي موقعوا نيت خلاص الصوره اللي انت تقع عندي انا مشيها لك انت قول لي وتشوفه الراجل اللي موقعه مزر الموريتاني ولا عمي ظهري نخش شوي يقول لي القابليه والجهويه ياك تقول لي هرقاج يفهم ذا حتى وذاك العقد مقفول شاهد عليه الجزائر وشاهد عليه فرنسا بكل صراحة ويكسروا لي الناس يقول لي وذنيهم شوي القويرة مديورة مؤمنة عند موريتان مؤمنها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الموريتانية زين الأوضاع ده زين واضح خاصة لا يوضح العياشة أنا هذا القلم بس لي ومشيت ولك أنت ومؤمن فيك إذا فهمت يا قارئ فهم شروط عن ما يطرح كراع وصحراوي فيها
ما حد الحرب خالقه. متحدي أرقاجس وهو من يقول لي عن قد خشة يقول لي صحراوي. أبدا أبدا. بيهم اللي مدة عهد تعاهدوا مع مدة ثانية. متعاهدين معاكم أنا ما نطرحوا فيها ما نطرحوا فيها وديكراع. وحد كرد القويرة حد موقف القويرة موقف زين في الحرب قاع. بدي أسمع لك كامل ذوك وأقول لك كامل قدامك. مع عن قضية القويرة ذي اللي يقول لك المقاربة المقاربة نين تنين تصور واحد ما قاع ما يعرف قاع ويقول منين جاي والقضية ما يعرفوها ولا يدخلوا بي اللي قاع السياسة قاع ما تخش روسهم بهذه السياسة كاردها مليك ومعاه فماتيا مافيا هم اللي عدلهم يمشون مسجدين وقافين ولا قال الملك هو الخالق ولا قال النظام هو اللي خالق يا قارب شو أقرأه شو أقرأه خلصوا التاريخ وقرأوا التاريخ وفهموا التاريخ هاي رانو قاع خالق جواب راني وخلت وانا لاوي مهارات في فيسبوك جواب مختار الدادال للملك الحسن الثاني 58 والدعي موريتان الدعي هباش عنك الملك قطعت عندك ذيك ساعة ما هو ملك ملي هنا تيه نختار الناس يفهموا شوي ذيك ساعة كان سلطان خارج ولي سلاطين واحد منهم كانت عنده علاقة مع الموريتاني طاربينو بالنجدة إذا فهمت يا مسالم مولانا مراكش مين تلا بعض الله نتكلم عن التاريخ مراكش أصلها موريتانية مراكش بانينها الموريتانيين المرابطون مرابطون من مارقين مرابطون مارقين من واكشوط الجيش مارق من واكشوط قايد وراجل من مسومة موريتاني ابن واما ديك ساعة المغرب ما فيها مملكة مع ان نيتا ونرجع للتاريخ ذاك البعيد هو اللي لاهي يسهي الناس ويلفت انتباههم وينساو الحاضر. احنا نتكلم عن وقت الحاضر اليوم. اليوم القضية الصحراوية ذيك يا واضحة. ونهار عقب نهار توضاح. الحمد لله لا نهار عقب نهار توضاح. واضح واضح. انتو والقويرة. القويرة ضامن لا كان عن ماجد خشة مغربي. ولا قدر الله. هذا احتمال ما نفترق عفش في دماغي ولا نتخمن به يا قير لا قدر الله لا قدر الله الصحراويين عادوا مقارب ما يخشوها لا بدأ من حرب مع موريتان زين نقول هذا كان واضحة بيدي حد قبض القويرة قبض موريتان مبين القويرة يا الراجل قلت لك عنه مبين القويرة ونواذيبه لا سبتر والله اللي نتواطوا ماشيين ماشي على كريعاتي ماشي وعدها زين زين واضح وموقعها هي موقع القويرة احدى اكبر شركة موريتانية قالها سنيم للمعادن معنى اقتصاد موريتان فهم معنى كان لانت موريتان لانت حالة همك ناخبات قولي هذه قولي الشركة والميناء ينين وعد الميناء يعد الميناء في القويرة مين نوالي بومات مات لخالق بعد القوارة مزالت أطمنها أطمن ذي الحرب مزالت أطمن ذي الحرب أخبارها طويلة إن شاء الله مزال أخبارها طويلة وراني كيف قلت لك نختار مقربي قيم ماشي خاشة هو إن شاء الله نشوفه كانوا يقسوا أدى قيموه يقول لك من طنجة للقوارة هي أرضكم يا وزينة خشة خشوها يخش يقسها على الملك يشبح له طبل فماتياه يوكل الحوت الزين يقيم دافع ما يقل ما يقل به لي اصلا مضحك حقيقه والله مثير ما هو ما يقل يقول رئيس واحد يسمى رئيس دوله يقول على انه المنطقه الفلانيه لي ولا يقد يمشي يقيس ولا يقد يصور فيها ولا يقد يلقي فيها مال جيش وما يعود فهم مال الشعب وما يعود فهم ماله ما ماله ما يحتل القويرة اللي ما يقد اللي ما يقد ما يقد ما يقد ولا قد خشى مغربي ما قد خشى يعني خلاقه بن واذيبه خلاقه في قصاده
نوقف كتيس كبيرة شوي، نوقف فيها الراعي في القوارة ذاك، هي البحر هذاك والراعي فيه. هو بأصحابي يقول لي كانوا ساكنين القوارة، والناس نعرفهم كانوا ساكنين القوارة. مع القوارة أصلا، شوف خالق ياسم الموريتاني إذا ما هو فاهم، القوارة هي كانت أصلا كانوا فيها إسبانيا، كانوا فيها شمال كناريا، وكانوا فيها صحراويين أبا وأما. وكانت القوارة هي المعيشة في موريتان، اللباس الزين الخنط والوكيل والشراب والطماطة هذه اللي مجنت موريتان اليوم، وهذا أورانج اللي جاي أصلا من عند المغرب، كان يجينا من القوارة. كنا ذيك ساعة نمشوا واعدين القوارة مع الوالد رحمة الله علينا وعليه، ماشي ليك بعض أن نشترين لباس العيد، لباس العيد ذيك ساعة الشاشر ينشر لها من القوارة. وهذه وما كانوا فيه بوتيك والله اثنين حسبوا بلي بأصبع. مع القوارة كانت بلي هي صغيرة، القوارة صغيرة يا قار، كانت فيها حركة تجارية ذاك، فهمتوا معاي؟ قلت المغرب يخش عليها دائما نسمع هنا يقول لك من طنجة للقوارة يا وقيسوا القوارة. ومع القرقرات من القوارة تعود تقريبا 20 كيلو والله قاعد جيش مراو قاعد فهم ايوا خشوا القواره ما تخشوا ما يقدروا معي مثلا ياك ما نطول عليك. شوف خالق مثلا نختار نوضحها شوي. يا صحراويين عودوا عاد عارفين عن العدو الوحيد اللي عندكم هم الصحراويين من فاسهم. نقول عن الصحراوي من فاسهم ذوك الخونه ذاكم قاعدين في الداخل وبالعيون وبالسمارة وبسرت وفي كل بلد والرباط ومراكش وكذا، بائعين الشعب الصحراوي ذوك شم الخونة، وهم اللي شم الجواسيس دارهم بماتي الملك لا شم الجواسيس. أنا أرجع على ردني على الزرق اللي قلت قبيل، الانتخابات اللي خرجوا لي في الصحراء المحتلة ذو الانتخابات ما هم شرعيين بلا شرع، ما عندهم أي شيء، ما عندهم شيء يسوى هو شنو يقد يشرع هذا الزرق، ما هو خالق لا قانونيا ولا شيء يسوى شنو. يقال هاي سياسة معدل المغرب، إياك يظهر للعالم عن الصحراويين هم أكثر شعب والله أكثر الناس زرقوا في الزرق. يقال زرق لهم سنارة شنو القابلية قلتها لك قبيل. الصحراويين في المناطق المحتلة متضايقين بهم القابلية، هذا تكناوي يقومي معاه تكنا كاملي ذو العمنة وذو العمنة، هذا دليمي نفس الشيء، هذا رقيبي نفس الشيء، اعتنى عليهم بالقابلية. ما معكم إلى أجبرت واحد من هذا الخوانة طاكم مولانا انتم ذولي في الخارج أو طاو على فيمو وبولو في فيمو، ولا تقولوا هذا ولا عمي هذا والله هذا خالي والله احقروهم ودو حاقرينهم في الدنيا وما حاقرهم مولانا بهم شي من الخونة، احقروهم انتم لين البرواحة منهم نعتلوا عني حويقر ذوكم قاعدين واكلين اموالكم ومشتينكم ومتموتين اللي واقع من انتهاكات حقوق الانسان سلطان اخيه والغيره حقوق الإنسان. شوف أنا اللي ضحكني قلت لك قولي مسلك بي عن مشكلة كاملة اللي تحل الأمم المتحدة أنساها. المجلس الأمم المتحدة انتخب رجال وعليات علاش ينقالوا حقوق الإنسان ورئيسه مغربي. أنا سابق رصب لك على سلطان أخي وعلى السجناء انجلس لك أعلم قاربة من فسهم، ثم هذول مقاربة من فسهم يعذبوا الليل والنهار وينكتلوا ويحبسوا ونين يحل واحد فمه ينقبض ينزلق بالحبس ولا تشوف الشمس. كيفاش انتم الأمم المتحدة هذه الدولة حقوق الإنسان ما هم محترمين وديروا راجل عليهم لما أعطيه المعنى؟ سلطان أخي مسكين، سلطان أخي ذا المعدل ما يعدل. إذا كانوا فهم رجالة، راني قلت لك إذا كانوا فهم رجالة بسراويلهم
ما تنزل ذنبانة على سلطان أخي والله على صحراوية أبدا. يقال لك عنهم الناس عادوا خايفين ذل عاد فيهم ما نرد عليك، عاد فيهم الذل خايفين من الاستعمار، ولا تكدم واحد يبتط ولا حلهم ولا ينزلك بالحبس. كم من صحراوي اليوم مزروق بالحبس؟ كم من صحراوي؟ وكم نزرق في الحبس، وكم من المعتقلين ذاك؟ كم من مات والله؟ كم من صحراوي مات؟ قولي قولي بالحباس. والله في المقابر الجماعيه وسجون السر. ايوه هذا انا الباقي فيه عن دول الصحراويين اللي يقولوا عنهم مغاربه، الصحراء مغربيه ويقولوا مغربيه. انتم ودول عنكم حقوقيين، هاو الناس ما تكلموا عنهم، هذو صحراويين ما تتكلموا عنهم. على سبيل المثال هذا الحزب اللي معادلين، ما نعرفش نقال، وانا قال حامد المولانا ما نعرف قاع اسمه، من حقوق الانسان والله ما حزيب عنده غمات اياها، عنه هو الممثل الوحيد يقول للصحراء. ما قاطوا تكلموا عن السلطان خير، ما قاطوا تكلموا عن الشجناء، ما قاطوا تكلموا عن قضيه صحراويه، ما قاطوا تكلموا عن شيء. ذاك نهار واحد منتخب كلمة الصحراء ما يقدر يقولها، راهو منتخب. كلمة الصحراء، كلمة الصحراء ما يقدر يقولها. معادلة معه مقابلة ويتكلم نحن في المنطقة كذا ولا يقدر يقول الصحراء. كلمة الصحراء ما يقدر يقولها. إذا عنكم به مشغلة، به مشغلة عند طبعاً طبعاً. وحتى الشعب المغربي مسيكين. أنا عند أصدقائي هناتية مغاربة وضد النظام ولا يلقوا النظام، ولهم سنوات ما قد يخشوا المغرب بيهم اللي خايفين قريبين يقتلوا، وهاليهم في المغرب محاز عليهم وكركروا. كم من مغربي راعي مسيكين هناتية على رأسه اللخلة؟ كم من مغربي ولا يختاروا هذا بهم؟ لذا مرقوا عن المغرب وفهموا الحياة، فهموا عن هذا السيستم، عن هذا قولي المملكة المغربية، عن ما يصالحها تخدم الروسها المليك. انت خارج خوتي خلاص. لكن ها ولا يختتم بهذا شوي. ضحكني واحد يدافع عن المغرب والله، يقول بعد عن الصحراء المغربية ويقول في لايف هو شوفوا القيادة الصحراوية دراريعهم زينين وكوستيماتهم زينين وواكلين شعب أموال، يقول الشعب الصحراوي اللي في تندوف وكذا وكذا وكذا. يقول البيضان كلمة عاقلة وزينة، دي ما شاف السماء لا تنعتل بكذا لا تفتر. هو ما بيشوف ولان عتل السماء لا ليت تفتر. سابق الرصاب على القيادة الصحراوية دراعة بعشرة آلاف وقية، ما ترصاب على الملك اللي كان يقولي المغرب كامل، ولا هو الملك وحده، عياله كامل، هذا المسلسل كامل كان المغرب. واضح معناك هاني يتكلم لرقاش بصناته شوي. شوف أنا شخصيا وهذا طالب مني أنا للقيادة الصحراوية، ولي نختتم بهذا، القيادة الصحراوية طالب المانة، طالب مني أنا عنهم يردموا لي القرقارات، يردموا هذي، يردموا لي القرقارات. لي يقولوا الموريتاني كيف تلقالوا أصلا جوعون الصحراويين وجوعون الصحراويين وكذا وكذا، جوعتوا روسكم أنتم الموريتانيين، جوعتكم الدولة الموريتانية. إحنا عندنا النهر وعندنا الإمكانيات وعندنا الرجال وعندنا العليات. يعني كيف قلت لك هاي سياسة معدينا واحدين فمات إياها يخدموا للمغرب، ما في صالحهم عن موريتان تستقل، صالح عن موريتان تملا مادة الرقبة والله الفم للمغرب. والأسباب اللي ما هذا اللي نقوله كان نقوله للمشاهدين كاملين ومتحمل مسؤوليتهم، اللي الأسباب القرقرات عاقب خبيطها ذاك النهار اللي عاقلين عليه، ما قامت فيها عمارة، طلب من الدولة الموريتانية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، طلب يعني
يعني موريتان هي اللي طلبت من موريتان طلبت من القيادة الصحراوية عن وقعهم لا يخطر لهم القوارع. موريتان عن موريتان ما يخطر لهم عفواً ما يخطر لهم القرقرات. طلب من القيادة الموريتانية من الدولة الموريتانية للقيادة الصحراوية. فهمتوا موريتان عايشة أزمة اقتصادية. طلب وهذا الطلب ما رفضت تقول لي قيادة الصحراء أبدا. من عاقب ذاك النهار ما قد قامت فيه عمارة مرقونا واحدين من الداخل ويط 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 الصحراء المغربية والصحراويين رديناهم ولا تقدر يتحركوا يبوا والله الله عفونا عليهم يعدلوا الشم من شرابي أنا قلت هالما والله والله اللي قد يردموها لك للقرقرات في رمشة عين يا قاير كيف قلت لك قويل وين أقطع على كلمة قلت لك قويل الصحراويين مدة عهد يريد يعطيك واحد منهم عهد وفوق ومولانا قال إن المؤمن إذا قل عهد وفاء وفاء وحاك حاك والله هذه هي مدة قدانا دير أقولي عن ظهري ولا يقول لك عن الجيش المغربي عنه ما قد كذي طلب من الدولة الموريتانية والطلب كان 3 أشهر وفات طلب كان 3 أشهر ونزاد ونزاد غير أنت طالب على أنه أنا طالب من المقاتلين ذوك المقاتلين لسانتوري طالب أنا منهم يخط يعدلوها لي رماد القرقرات يعدلوها لي رماد ويسوع لي إلى والدتي وأخوتي وأهلي موريتان ماتوا بهم الجوع يعدلوها لي رماد هذا طالب وأنا أقول من القيادة الصحراوية وطالب من المقاتلين الصحراويين عدلوها لي رماد هذا طالب مني أنا يا قارفة ماتياها كيف قلت لك إذا تحكم فيها رجالة وسياسة وذاك اللي يعدلوا كاملين موافق عليه يا قارفة كل رجاج عنده كل نظرية وأنا بعد زين عندي خلوها لي شم زين واضح وانتو بالمناسبة ذاكرة بالمناسبة نهني الشعب الصحراوي كامل نهنيكم بذاك الصبر اللي صبرته مدة 45 سنة نهني المرأة الصحراوية اللي في المخيمات هنيئا لكم انتم تاكلوا العلايات من دونكم انتم تاكلوا العلايات الصحراء ما هي خالقة القيادة ما هي خالقة المقاتلين ما هم خالقين انتم هما اللي عدتوا هاي الثورة انتم هما اللي قديتوها وانتماتي همات الله يطفوها هنيئا لكم هنيئا للمرأة الصحراوية ذاك اللي صبرت من ذاك من الحمال وذاك من البرد وأعطات شبابها وأعطات قوتها وأعطات كل شيء وانتما الرجال لا تسهاو ولا تنساو ذو العلايات اللي أعطاوا حياتهم لكم انتما لا تساو عنده ولا تساو عن ذوك ذاك النهر اللي تحتكم من دم الشهداء ذاك لا تنساو ذاك تقولي ذاك الدم والحمد لله وراجي من عند مولانا للرئيس إبراهيم قالي والقيادة كاملة الصحة وطول العمر إن شاء الله ومعاكم القدام ومعاكم اللورا خالق الله الموت خالق الله الموت والموت هي اللي خالقه والله الاستقلال إن شاء الله الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام مشكور جزيلا الأخ الكبير ولد محمد بولغرون كنت معنا من بريطانيا نشكرك يعني جزيل الشكر على هذا اللقاء اللي قدم فيه ياسر من المعطيات وضحت فيه ياسر من النقاط الذي اللي يجمع موريتان والصحراويين وعلاقته كامل بالاحتلال المغربي اللي احنا كاملين يعني ناظروا من اجل باشي ان شاء الله ينتهي على ارض الصحراء الغربيه ليكون الشعب الصحراوي
غدا على أرضه وتحت عالمي دولته الصحراوية. إن شاء الله. ورافد رأسه الفوق، ورافد رأسه الفوق، وما متحكم فيه لا مليك ولا متحكم فيه لمجرم ولا فاسد ولا حتى خائن من خوانة الصحراويين مع الأسف في المناطق المحتلة. كيف اللي بقاو؟ كيف اللي بقاو؟ إذا بقاو الصحراويين، إذا بقاو الصحراويين يعودوا مقاربة اللي بقاوهم، إذا بقاو عودوا صحراويين اللي بقاو، إذا بقاو عودوا من الخلاء، نهل الخلاء. لا اللي بقاو الصحراويين. هو تقرير مصير والله، تقرير مصير دائما. تقرير مصير الصحراويين اللي بقاو يعودوا يعودوا، احنا معاهم فيه. زين زين والله، مشكور جزيلا، وإن شاء الله نستضيفك في مرات مقبلة بإذن الله تعالى. إن شاء الله. تحياتي لك والله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.